استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما على الأهمية التي تشكلها المبادرات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز التسامح وتكريس الأمن والاستقرار، مشددين سموهما بأن شعب البحرين سجل على مختلف العصور مواقف مضيئة في دعم توجهات قيادته نحو ازدهار الوطن، فالمواطن كان وسيظل أساس التنمية وتحقيق الأفضل له جوهر كافة التوجهات التنموية الاقتصادية في المملكة. إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تمكنت عبر ما تبنته من برامج بالتعامل الأمثل مع متطلبات المرحلة وتحدياتها المالية الممتدة إقليميا ودوليا، ونجحت في ضمان ديمومة التنمية في مختلف الظروف.